او نفس السؤال، فوز الفرقتين بالبطولتين حط ضغط على كابتن حسام؟ ده سند لكابتن حسام. انا لما ابقى كان يقول لك زمان من نكت الصحافه، يعني انا اسف يعني لكل الزملاء يعني، وانا صحفي يعني، ان من الجوزي عنده مشكله عنده 30 لعيب جاهزين، هي دي تبقى مشكله ولا دي حاجه تفرح يعني؟ يعني مانشستر سيتي لما يبقى عنده 30 لعيب جاهزين ده حاجه عظيم، ده جوارديولا يبقى يعني في منتهى السعاده، ما تبقاش مشكله. انت لما يبقى عندك الاهلي والزمالك ابطال افريقيا، انت مدرب منتخب، انت لازم لما بتقعد تفكر بقى كده تبقى مبسوط ان الاهلي والزمالك ابطال افريقيا، بس ما فيش قواعد في علاقات بطولات الانديه او المسابقات المحليه، علاقات مباشره يعني مستمره بشكل طبيعي في كل العالم. المانيا كان عندها اقوى منتخب والدوري بتاعها نمره 3 او نمره 4 بعد الدوري الانجليزي والايطالي او اسباني، مش كده؟ انجلترا عندها اقوى دوري في العالم والمنتخب بتاعها ما زال بيتهته، عايز يعني بيدور على بطوله من سنه 66. فما فيش قاعده. اسبانيا بطله العالم في 2010 او 2012، بطله اوروبا، راحت 2014 صيفت من الدور الاول، ما هياش علاقه ثابته. انما العلاقه الطبيعيه المتوقعه كلما كانت عندك انديه قويه ده بيضيف لرصيد المنتخب. فهنا كابتن حسام حسن لازم يبقى سعيد بان اللعيبه اللي رايحه له من الاهلي والزمالك عندهم روح البطوله، عندهم ثقه البطوله، عندهم معنويات البطوله. وعلى فكره الفرقتين، عشان في ناس تقول لك ايه اصل بطولات افريقيا دلوقتي بقت اي كلام وملهاش معنى ومش عارف، لا 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 لا، الفرقتين جامدين، طالعين من ماتشين 180 دقيقه كل ماتش، حاجه مهلكه. صح، كميه الجري اللي بيجريها لعيبه نادي اللي جريها لعيبه نادي الاهلي ماتشين الترجي والزمالك في ماتشين نهضه بركان، بقول لك اهو ضعف الجري اللي بيجروه في اي مباراه محليه.